السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا بخير. كما عودناكم تجربة جديد من موقع بيالاس، راهم نشروا خبر رسمي ملاحظة هامة. انا نقراو: نود ابلاغ عملائنا الكرام اعتمادا على مراكز طلبات تأشيرة لإسبانيا في وهران انه اعتبارا من يوم السبت 7 سبتمبر 2024 سيتم فتح مواعيد جديدة كل يوم في الساعة 8 مساء. دونك هذا خبر شباب يفرحنا ويفرح كاع الجميع ان شاء الله. استاذ راهم غادي كل يوم يوليو يحلو ابارتي دو 7 سبتمبر، يوليو يحلو العشية على 8 مساء. ربي يسهل الجميع ان شاء الله. ان شاء الله قلت لكم غادي ان شاء الله يجي واحد الوقت اللي يولي باطل باطل يا مواطن. ربي يوفق الجميع وربي يسهل الجميع ان شاء الله. ولا ماكش مامن كما وحدين كان اللي يقول لك لا ولا ادخل للسيت بيالاس ودير لها تراديكسيون باش تفهم. هاي هادي راها بلاغ نتاعهم. ربي يوفق الجميع والله يسهل الجميع. اي انسان شاف هذه المعلومه ما ينساناش بالدعاء.